الدرس الخامس: مساحة متوازي الأضلاع. نشاط واحد لدى حاتم وزوجته آمنة قطعة أرض قريبة من جدار الضم والتوسع، يريدان إيجاد مساحتها لزراعتها بالأشجار المثمرة. شكل صورة قطعة الأرض هو متوازي الأضلاع. كيف يجد حاتم وزوجته مساحة قطعة الأرض؟ بإيجاد مساحة متوازي الأضلاع يساوي عدد الوحدات المربعة التي تغطي الشكل. نشاط 8: أجد مساحة الشكل من خلال شبكة المربعات. أقدر مساحة الشكل 23 وحدة مربعة، طول القاعدة 6 وحدات، الارتفاع 4 وحدات. أتذكر مساحة الشكل الهندسي يساوي عدد الوحدات المربعة التي تغطي الشكل. نشاط عملي 3: أتعاون وأفراد مجموعتي للقيام بالخطوات الآتية: 1- أرسم الارتفاع لمتوازي الأضلاع، 2- ألون القاعدة باللون الأسود والارتفاع باللون الأحمر في مقصوصة لمتوازي الأضلاع، 3- أقص مثلثا من أحد جوانب متوازي الأضلاع كما في الصورة وأنقله إلى الجانب الآخر، 4- ما الشكل الناتج؟ مستطيل. لماذا؟ لأن كل ضلعين متقابلين متوازيين. ألاحظ أن مساحة المستطيل هي نفسها مساحة متوازي الأضلاع. مساحة متوازي الأضلاع تساوي مساحة المستطيل يساوي الطول ضرب العرض، يساوي طول قاعدة متوازي الأضلاع ضرب ارتفاع متوازي الأضلاع، يساوي 9 وحدة ضرب 3 يساوي 27 وحدة مربعة. أتعلم مساحة متوازي الأضلاع يساوي طول القاعدة ضرب الارتفاع. نشاط 4: أجد مساحة متوازي الأضلاع في كل شكل مما يأتي: ألف مساحة الشكل يساوي طول القاعدة ضرب الارتفاع يساوي 6 وحدة ضرب 8 وحدة يساوي 48 وحدة مربعة. ب: مساحة الشكل يساوي طول القاعدة ضرب الارتفاع يساوي 4 متر ضرب 12 متر يساوي. نشاط 5: خلية شمسية على شكل متوازي أضلاع، طول قاعدته 2.5 متر، يزيد هذا الطول عن ارتفاعه بمقدار 1.5 متر، أجد مساحته. مساحة متوازي الأضلاع يساوي طول القاعدة ضرب الارتفاع يساوي 2.5 ضرب 1 يساوي 2.5 متر مربع. أفكر: متوازي أضلاع طول قاعدته 12.8 سنتيمتر وارتفاعه 6.4 سنتيمتر قسم إلى مربعات صغيرة متساوية المساحة عددها 32 مربع، أجد طول ضلع كل مربع منها. تمارين ومسائل: السؤال الأول: أجد مساحة متوازي أضلاع طول قاعدته 12.4 سنتيمتر وارتفاعه 2.5 سنتيمتر. مساحة متوازي الأضلاع يساوي طول القاعدة ضرب الارتفاع يساوي 12.4 ضرب 2.5 يساوي 31 سنتي. السؤال الثاني: لدى حسام قطعة أرض على شكل متوازي أضلاع، خصص جزءا مستطيلا منها لبناء منزله والجزء الآخر خصصه لزراعة الأشجار المثمرة كما في الشكل المجاور، أجد مساحة الأرض المخصصة لزراعة الأشجار المثمرة. مساحة الأرض المخصصة يساوي مساحة متوازي الأضلاع ناقص مساحة المستطيل يساوي طول القاعدة ضرب الارتفاع ناقص الطول ضرب العرض يساوي 40 ضرب 35 ناقص 30 ضرب 10 يساوي 1400 ناقص 300 يساوي 1100 متر. السؤال الثالث: شكلان هندسيان، الأول منهما متوازي أضلاع طول قاعدته 8 سنتي وارتفاعه 6 سنتي
والثاني مستطيل طوله 10 سنتي. فإذا كانت مساحة المستطيل ضعفي مساحة متوازي الأضلاع، أجد عرض المستطيل. مساحة متوازي الأضلاع يساوي طول القاعدة ضرب الارتفاع يساوي 8 ضرب 6 يساوي 48 سنتيمتر مربع. عرض المستطيل يساوي مساحة المستطيل تقسيم طوله يساوي 96 تقسيم 10 يساوي 9.6 سنتي. السؤال الرابع: يستخدم مزارع جرارة لحراثة أرضه التي على شكل متوازي أضلاع طول قاعدته 50 متر ويحرث في الساعة الواحدة 600 متر مربع. ألف: ما مساحة أرضه إذا احتاج 4 ساعات لحراثتها؟ 4 ضرب 600 يساوي 2400 متر مربع. ب: أجد الارتفاع. 2400 تقسيم 50 يساوي 48 متر.